بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائنا الأعزاء وطلبتنا الأجلاء، طلبة دبلوم التكاليف السنة الثانية مادة المشكلات المحاسبية، بنستكمل مع بعض الجزء الخاص بالمنهج الاستراتيجي وكيفية استخدامه في معالجة مشكلات أو بعض مشكلات محاسبة التكاليف. وزي ما استعرضنا قبل كده إن إحنا بنتكلم على مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولانية هي مشكلة ترشيد الفاقد أو الضياع في الموارد المتاحة، والمشكلة الثانية هي الاستخدام الأمثل للموارد. وكنا أشرنا إن للمشكلة الأولى اللي هي الخاصة بمشكلة ترشيد الفاقد، وقلنا إن دي هنتعامل معاها من خلال المنهج الاستراتيجي عن طريق ما استحدثه هذا المنهج من تعامل لحل ومعالجة هذه المشكلة. فطبعا قبل ما نتعرف على الكيفية اللي هنواجه بيها مشكلة ترشيد الفقد أو الضياع، فاتكلمنا الأول على إيه هو مفهوم أو تعريف الفاقد، وعرفنا إن هو عبارة عن أي تضحية بالموارد متاحة للمنظمة بدون ما يتحقق من وراء هذه التضحية أي قيمة بيستفيد منها العميل. اتكلمنا أيضا على إن الفاقد بياخد أكتر من شكل، فممكن يكون زيادة في الإنتاج، ممكن يكون وقت أطول من المطلوب في تجهيز الآلات، ممكن يكون تحركات غير مطلوبة في نقل المواد بتحملنا تكاليف نقلة زيادة أو مناولة زيادة، زيادة في المخزون، وجود عيوب نتيجة عدم تفقد المواصفات، أو وجود سلع أو خدمات ما بتلبيش احتياجات العميل. كل دي بتبقى من أشكال أو مظاهر بتعبر عن وجود فاقد أو ضياع في الموارد المتاحة للمنظمة. وأشرنا أيضا إن هذه المشكلة المنهج الاستراتيجي أوجد لها مدخلين أو منهجين للتعامل معها. المنهج الأولاني هو نظام الإنتاج أو التشغيل الآني، والمنهج الثاني أو المدخل التالي هو نظم التصنيع الخالية من الفاقد أو المرنة أو نظم التصنيع الرشيدة أو ما يطلق عليها باللين مانيفاكتورينج. وكنا أيضا استعرضنا الأسلوب الأولاني اللي هو الخاص بنظام التشغيل الآني أو الإنتاج في الوقت المحدد أو جاست ان تايم، وقلنا إن ده منهج بيسعى إلى حدوث استمرار في تدفق تيار الأنشطة الإنتاجية إلى المدى اللي يمكن من خلاله مواجهة كل أنواع الضياع، سواء كانت خاصة بوقت التشغيل أو المواد الخام أو العمالة. وركزنا على إن المفهوم الخاص أو الانطباع الخاص بإن الجيت بيركز فقط على التعامل مع المواد الخام وتكلفة المواد الخام والوقت المستنفذ فيها، هذا مفهوم يعني ما هوش سليم بنسبة 100%. فالنظام التشغيل الآني أو الجاست ان تايم أو الجيت بيتعامل مع المنظومة متكاملة، سواء كانت خاصة بعملية التشغيل ذاته أو الخاصة بالمواد الخام أو الخاصة بالعمالة. وقلنا أيضا إن من أهم تأثيرات نظام الجيت أو الجاست ان تايم هو إنه بيركز بصورة مستمرة على محاولة استبعاد وحذف كل أنواع الفاقد من النظام، والتي يمكن أن تكون في أشكال مختلفة زي الفاقد في المستخدم من الفصول، ممثلة مثلا في زيادة المخزون، فاقد في الوقت، أو عن طريق وجود أي إمكانيات متاحة للمنظمة وغير مستخدمة الاستخدام الأمثل، وخصوصا في الجزء الخاص بالمواد الخام أو المخزون من الإنتاج تحت التشغيل أو الإنتاج التام، سواء كان في معيب أو متقادم إلى آخره. إيه بقى هو الأثر اللي أحدثه هذا المفهوم الجديد في عمليات التشغيل أو الإنتاج بالنسبة للجوانب الخاصة بتكليف المنتج؟ فطبعا إحنا عندنا المشكلة في تكليف المنتج مش لا في المواد المباشرة ولا في الأجور المباشرة، فالمشكلة كلها كانت في تكاليف الأعباء الصناعية أو ما يطلق عليها بالأوفر هيد كوست. فاحنا عارفين إن الأوفر هيد كوست بالنسبة لي تحملها أو توزيعها على وحدات المنتج النهائي بيتم من خلال تجميع هذه الأعباء في أسلوب خاص يمكننا من إن احنا ندور أو
نستحدث أسلوب ما أو وسيلة ما لنقل هذه التكاليف على وحدات المنتج النهائي، وفي الغالب ما بيكون التجميع دوت عبارة عن كوست بول لهذه التكلفة، ثم محاولة تحويل هذه التكاليف من هذا المجمع الخاص بتكلفة الأعباء على وحدات المنتج النهائي. طبعا ده كان بيدخلنا في مشاكل خاصة بتشوه التكاليف وحساب نصيب وحدات المنتج النهائي من خلال البحث عن معدلات تحميل لنقل هذه التكلفة على وحدات المنتج النهائي، وكانت بتبقى في جميع الأحوال في غالب الأحوال يعني بتبقى كلها معدلات تقريبية. ولكن الجيت استحدث أسلوب آخر خاص بالتصنيع أو الإنتاج، وهو أسلوب دوائر العمل اللي بيخصص مجموعة من الآلات أو خطوات العمل اللي توصلنا في النهاية إلى إنتاج مجموعة من المنتجات الخاصة بهذه الدائرة، والتي يمكن من خلالها لصق هذه الأعباء أو هذه التكاليف الإضافية مباشرة على هذه المنتجات إذا ارتبطت هذه الأعباء بهذا المسار أو بهذه الدوائر. بمعنى إن كل دائرة عمل سوف تتحمل بجميع التكاليف الحادثة فيها، سواء كانت تكاليف مباشرة أو تكاليف غير مباشرة في النوع ولكنها مباشرة على دائرة العمل اللي حدثت فيها، ثم يتم تجميع هذه التكاليف اللي موجودة في هذه الدائرة وتحملها مباشرة على المنتجات اللي تم الحصول عليها من نتاج عمل أو تشغيل هذه الدائرة. وبالتالي أصبحت تكاليف الإهلاك والصيانة والعمالة والمنافع العامة الخاصة بكل دائرة يمكن أن تحمل مباشرة على المنتج أو المنتجات المستخرجة من هذه الدائرة والتي تسببت في حدوث هذه التكاليف. أما بالنسبة للتكاليف الأخرى واللي بيمثلها أو أهم ما فيها تكلفة التخزين، فإن حجم المخزون الباقي لدى المنظمة في ظل مفهوم الجت وهو الإنتاج في الوقت المحدد ده بيستمر في الانخفاض، فمخزون المواد الخام بينخفض بسبب انخفاض كمية التوريد، إضافة إلى أن توقيت التوريد بيكون عند الاحتياج فقط، كما أن المخزون تحت التشغيل بيصيب أيضا كثير من الانخفاض، لأن التحول إلى دوائر العمل أو دوائر التشغيل بيعمل على تخفيض الحاجة إلى وجود كميات من هذا المخزون من الآلات. كما أن مخزون الإنتاج التام بينخفض أيضا بسبب كون الإنتاج بيتم فقط عندما تكون هناك أوامر توريد نهائية، وبالتالي بنلاحظ انخفاض ملحوظ وبنسبة كبيرة جدا في تكلفة التخزين نتيجة استخدام هذا الأسلوب. وبالتالي فاستخدام أسلوب الجت أو الإنتاج في الوقت المحدد ده له تأثير بالغ جدا في إحكام الرقابة على التكاليف الأخرى، ومن أهمها تكاليف التخزين، وبالتالي حدوث انخفاض عام في التكلفة الكلية للتشغيل أو للإنتاج. استكمالا أيضا لنفس المفهوم، فكثير من الدراسات أشارت إلى أن التكلفة السنوية الخاصة بالمخزون بتشكل حوالي 25% من إجمالي قيمة الاستثمارات المستثمرة في هذا البند، وبالتالي فاستبعاد بعض أماكن التخزين أو تقليل بعض أماكن التخزين نتيجة انخفاض حجم المخزون، فده هيؤدي إلى استبعاد كثير جدا من التكاليف الخاصة بهذا البند، وبالتالي حدوث تخفيض في التكلفة الكلية للتشغيل، مما ينتج عنه أيضا حدوث عوائد ذات قيمة لاستخدام الموارد المتاحة للمنظمة أو للوحدة الاقتصادية نتيجة تطبيق هذا الأسلوب. وبالتالي في ظل نظام الجت هنلاقي في تأثير جوهري على مستويات الأصول الثابتة ومستويات رأس المال العامل ومتطلبات المخزون اللازمة للتشغيل، ودي كلها بدورها بتؤدي إلى تخفيض التكاليف أو الأعباء المحملة على المنتجات. أما بالنسبة للأثر على أسعار المنتجات، فمن المعلوم أن السعر بيتأثر بعاملين رئيسيين، نمرة واحد الجودة، نمرة اتنين هو التوقيتات أو المواعيد اللي بيتم فيها طرح المنتجات لتلبية رغبات العملاء. فإذا تم الحفاظ على هذين العنصرين وهما الحفاظ على مستوى معين من الجودة ثم التسليم في المواعيد المحددة، فده بيدي قناعة
لدى العميل في تحمل ما يقابل هذه المميزات، وبالتالي تستطيع المنشأة وتستطيع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة على توقيتات التسليم ومستوى الجودة انها تحدد الاسعار المناسبة ليها، واللي بتشجع العميل على قبولها نتيجة عدم وجود حساسية خاصة بالمنافع اللي ممكن انه يحصل عليها العميل. فزيادة الاسعار المنتجات او تخفيضها بيرتبط ارتباط كبير جدا بالتوقيت اللي بيعتمد عليه اسلوب الجيت بصورة واضحة وبصورة كبيرة. يبقى اذا الخلاصة دلوقتي ايه هو الفرق بقى بين التعامل باستخدام اسلوب الجيت والاساليب التقليدية في معالجة تكاليف الأعباء الإضافية أو التكاليف الصناعية غير المباشرة؟ الأساس أو الفرق الرئيسي بين أسلوب الجت وأساليب التحميل التقليدية للتكلفة هو في قدرة الأسلوب الجديد على تحويل الأعباء اللي هي أساسا تكاليف غير مباشرة إلى تكاليف مباشرة، ويرجع ذلك إلى استحداث أسلوب التشغيل المعروف بدائرة عمل الآلة أو الماشين سيل، وهو المصمم لإنتاج إما منتج وحيد أو مكون وحيد بيتم الدفع به إلى خط الإنتاج. ولهذا فإن كل التكاليف الخاصة بدائرة عمل الآلة يمكن تحميلها مباشرة إلى هذا المنتج الوحيد والمصنع من خلال هذه الدائرة أو من خلال خط الإنتاج. وبذلك بتصبح معظم التكاليف المرتبطة بهذه الدوائر تكاليف محملة مباشرة على المنتجات الناتجة عنها، ويتبقى جزء قليل جدا من هذه التكاليف فقط هو اللي بيتم تحميله من خلال مجمع تكلفة الأعباء أو الأوفر هيد كوست بول. وبناء على ذلك بيكون هذا التغيير في أسلوب التحميل هو العامل الرئيسي في زيادة الدقة والموضوعية في رقم تكلفة المنتج. وبصفة خاصة يمكن عرضه بعض التكاليف اللي يمكن تحملها مباشرة على المنتج النهائي الخاص بدائرة العمل في الأساس. الإهلاك، تكلفة إهلاك كل ماكينة في دائرة العمل يمكن تحملها مباشرة للمنتج الخاص بهذه الدائرة، حيث يكون من السهولة حساب إهلاك الآلة اعتمادا على الاستخدام داخل هذه الدائرة. تكلفة الطاقة الكهربائية المستخدمة بواسطة الآلة اللي بتعمل في دائرة العمل يمكن أن تفصل بطريقة ما، ثم يتم تحميلها مباشرة على المنتجات اللي بتمر من خلال هذه الدائرة، وبالتالي فأي تكاليف طاقة كهربائية باقية يتم تحميلها كمنافع عامة من خلال تجميعها في مجمع تكلفة الأعباء وبالأسلوب المتعارف عليه. مهمات التشغيل في الغالب أيضا يتم استخدام هذه المهمات بكثرة داخل دوائر العمل، وبالتالي فإن الأغلبية من هذه العناصر في هذه الفئة من المصروفات يمكن فصلها وإلحاقها بكل دائرة على حدة، ثم يتم تحميلها على المنتجات الخاصة بهذه الدائرة. الصيانة والإصلاح، تكاليف الأعباء الخاصة بالصيانة والإصلاح، غالبية تكاليف الإصلاح التي تتكبدها المنظمة بتكون خاصة بالآلات التي تعمل في دوائر العمل، أضف إليها تكلفة فريق العمل ممثلة في الوقت والمواد الخاصة بتلك الدوائر. هذه يمكن تحميلها مباشرة إلى المنتجات المصنعة في هذه الدوائر، وبالتالي تبقى فقط تكاليف صيانة الأدوات ذات المنافع العامة هي دي اللي بيتم تحويلها إلى مجمع تكلفة الأعباء الصناعية. تكاليف الإشراف أيضا الخاصة بمشرفي كل دائرة عمل تفصل وتحمل على المنتجات الخاصة بهذه الدوائر. أما تكاليف الإشراف العامة والخاصة بالأنشطة الإدارية فهذه بيتم تحديدها وتجميعها في مجمع تكلفة الأعباء وتعامل مثل بقية التكاليف العامة. بالإضافة إلى ما تم الإشارة إليه في العناصر السابقة، ففي بعض العناصر التكلفة القليلة التي ما زالت قائمة وتحمل من خلال مجمع تكلفة الأعباء، وهي تمثل في الحقيقة نسبة ضئيلة من إجمالي تكلفة الأعباء الصناعية، مثل تكاليف إشغال المبنى، التأمين والضرائب، الإيجارات إلى آخره، واللي في الغالب بتبقى عبارة عن تكاليف مقابل منافع أو أعباء عامة وليست خاصة. وبالتالي نجد أن التحول إلى استخدام نظام الجيت حول تقريبا 75%
تقريبا 75% من بنود الأعباء الإضافية من المعالجة التقليدية على أنها عناصر غير مباشرة إلى عناصر مباشرة تحمل على دوائر العمل الخاصة بها، ويتبقى 25% هي التي يمكن تحويلها إلى مجمع تكلفة الأعباء الإضافية وتحملها من خلال أسلوب أو آخر وباستخدام معدلات مناسبة وعادلة. طبقا بقى للفكرة بتاعة الخاصة بأسلوب الجد، فنجد إن موضوع تخصيص التكاليف الخاصة بالأعباء الصناعية أصبح واضح دلوقتي من خلال ما يعرف بمفهوم وقت الإنجاز، وهو اللي بيحتاج إليه المنتج عشان ينتقل خلال المراحل الإنتاجية المختلفة، وساعد على ذلك على استحداث وقت الإنتاج أو مفهوم وقت الإنجاز هو تطبيق أسلوب دوائر العمل اللي بيسمح للكثير من عناصر التكاليف إن يتم تخصيصها وربطها مباشرة بهذه الدوائر. وبالتالي تم تحويل العديد من بنود التكاليف اللي كانت بتعالج في النظام التقليدي على إنها بنود تكاليف غير مباشرة، يتم تحميلها على المنتجات باستخدامات معدلات التحميل إلى بنود تكاليف مباشرة بيتم تخصيصها مباشرة للإنتاج. كما أشرنا من قبل إن نظام الجت أو الجاست ان تايم لا يقتصر فقط على تخفيض الفاقد في العمليات التشغيلية فقط، ولكن بينظر إلى المنظومة على أنها متكاملة تشغيليا وإداريا وتسويقيا وإلى آخره. وبالتالي فتخفيض الفائض في مناطق أخرى غير المناطق العمليات التشغيلية من الأمور المستحسنة والمطلوبة، وخاصة في منطقة الجوانب المالية والمحاسبية. فالنظام المحاسبي والتكاليفي يمكن تخفيض بعض الإجراءات الخاصة بالمعالجات المحاسبية المستخدمة، مما يسمح بتخفيض الوقت المستخدم في هذه العمليات أو في هذه المعالجات، وبالتالي يؤدي إلى تخفيض الوقت الإنجاز ككل بالنسبة للمنظمة، مما يترتب عليه استبعاد بعض العمليات غير الضرورية والتي تؤدي في النهاية إلى تخفيض التكاليف الخاصة بالمنظمة ككل. لذا تم استحداث من نظام الجت ما يعرف بالباك فلاش كوستنج أو نظام استرجاع التكاليف، واللي منبثق من تطبيق نظام الجت. فنظام استرجاع التكاليف أو نظام الرجوع إلى الخلف بيتطلب عدم وجود أي بيانات مدخلات من أي نوع حتى يتم الانتهاء من تصنيع المنتج. وفي هذا الوقت فالكميات اللي تم الانتهاء منها بيتم ادخالها في نظام حاسب آلي، والذي يقوم بضرب هذه الكميات في اسعار المكونات الوارده في فواتير المواد، وذلك بالنسبه لكل بند مصنع، وهذا ينتج عنه قائمه تقول ان المكونات التي يجب استخدامها في عمليات الانتاج والتي تقوم بتخفيضها من رصيد مخزون اول المده، وذلك للوصول للمخزون الواجب تركه في نهايه الفتره. زي ما هو واضح في الشكل رقم واحد مقسوم لجزئين. الجزء الاول اللي هو الجزء العلوي بيتكلم على دورة الاثبات المحاسبي او التكاليفي لعناصر التكلفة الخاصة بالانتاج بالشكل القديم. الجزء الاسفل بيوضح فكرة نفس الاثبات او نفس التسجيل، ولكن من خلال تطبيق اسلوب الباك فلاش كوستنج. فبالنسبه للاسلوب التقليدي ماذا كان يحدث في الجزء الاعلى من الشكل؟ فيبقى في عندي الدايركت ماتيريال او المواد المباشره بيتم تحويلها او اثباتها في حسابات مخزون المواد، ثم تكلفه الاجور المباشره ايضا يخصص لها حساب للاجور المباشره الاوفر هيد او الاعباء حسب نوعها، ثم يتم تسجيل هذه المجموعه من الحسابات بعد الاستحواذ على
المواد الخام والاستفادة بمجهودات العاملين والاستفادة بالأعباء. المواد تدخل على مخزون المواد، الأجور والأعباء تحمل مباشرة على حساب منتجات تحت التشغيل. يبقى حساب منتجات تحت التشغيل أو تكلفة منتجات تحت التشغيل اتغذى من مخزون المواد الخام بمقدار ما تم صرفه من هذه المخازن، بتكلفة المواد المباشرة بالكامل، بتكلفة الأعباء بالكامل، ثم ما تم الانتهاء منه في نهاية الفترة كمنتج تام بيتم خروجه من حساب تكاليف إنتاج تحت التشغيل عشان يتم تسجيله في حسابات تكلفة الإنتاج التام. ثم ما تم بيعه من هذا الإنتاج بيتم استخراجه من هذا الحساب وإثباته في حساب تكلفة البضاعة المباع أو تكلفة الإنتاج المباع. إذن بقى في عندي تسجيل للعناصر الأساسية، ثم تسجيل في حساب إنتاج تحت التشغيل، ثم تسجيل في حساب الإنتاج التام، ثم تسجيل أو إثبات في حساب الإنتاج التام المباع. أما في نظام الباك فلاش كوستنج، فالمواد مباشرة عند ورودها من المورد، المواد المطلوبة للإنتاج في دايرة العمل المخصص لها، الجدول الزمني المحدد لها، بيتم حساب تكلفة هذه المواد مباشرة في حساب تكلفة الإنتاج المباع. بيتم جمع تكلفة العمالة اللي هي تكلفة الأجور المباشرة وتكلفة الأعباء الاتنين، تمام، وإطلاق مصطلح أو مسمى تكاليف التحويل، وبيتم الاتنين مباشرة جمعهم وحسابهم وتسجيلهم مرة واحدة في نفس الحساب اللي هو حساب تكلفة الإنتاج المباع. يبقى إذن أصبح التسجيل دلوقتي مرة للمواد ومرة لكل من عنصري الأجور والأعباء مباشرة في حساب الإنتاج التام المباع. وبالتالي اختصرنا حسابات المخازن والتسجيل في حسابات المخازن، اختصرنا التسجيل في حساب المخزون تحت التشغيل ومخزون الإنتاج التام. ثم في نهاية الفترة بيتم عمل جرد لتحديد المنتجات التي لم يتم استكمالها بعد وإعادة تسجيلها، اشتهم بيرجعه وإعادة تسجيلها مرة أخرى في حساب الإنتاج أو تكلفة الإنتاج تحت التشغيل أو مخزون الإنتاج تحت التشغيل. ثم الإنتاج التام والذي لم يتم بيعه أيضا بيتم حصره، ثم نرجع مرة أخرى وبنسجله في حساب مخزون الانتاج التام اذا كان هناك عندي انتاج تام لم يتم بيعه، واذا كان عندي انتاج لم يتم الانتهاء منه. اما في حالة عدم وجود انتاج تحت التشغيل او انتاج تام، سوف يتم اختصار كل الاجراءات السابقة الخاصة بالتخزين والتسجيل وحساب تكلفة الانتاج تحت التشغيل والانتاج التام، لان كل الانتاج في هذه الحالة سوف يتم بيعه طبقا لاوامر التوريد وتواريخ التسليم. وبالتالي اصبح في عندي علاقة مباشرة بين توقيتات الاستلام من الموردين وتوقيتات التسليم العملاء، وبالتالي تم اختصار جميع الاجراءات المالية والمحاسبية والتكاليفية فيما بين هاتين النقطتين اللي هي نقطة الاستلام من الموردين ونقطة التسليم للعملاء، وبالتالي ترتب على ذلك تخفيض في وقت التشغيل او في وقت الانجاز. فزي ما هو واضح دلوقتي وقلنا ان في النظام التقليدي بيتم ايه؟ تسجيل المواد المباشرة بحساب مخزون المواد مجرد وصول، يتم تحويل المواد المباشرة لمخزون العمليات تحت التشغيل على اساس انها مواد مطلوبة لاتمام الانتاج، وعند استخدام العمالة المباشرة فتكلفتها تضاف ايضا الى مخزون العمليات تحت التشغيل هي والاعباء غير المباشرة بعد استخدام احد الاسس مثل ساعات العمل المباشرة او ساعات التشغيلات التحميلية. ثلاثة، تكاليف الوحدات التامة الصنع بيتم تحويلها إلى مخزون الإنتاج التام في نهاية العمليات التصنيعية، وعندما يتم بيع الوحدات التامة الصنع فإن تكلفتها بيتم تحويلها إلى حساب الإنتاج التام المباع أو حساب تكلفة الوحدات المباعة. أما في حالة استخدام نظام استرجاع التكاليف أو الباك فلاش كوستنج، فعند استخدام هذا النظام فالمواد المباشرة تصل في الوقت المحدد والمطلوب ليتم استخدامها مباشرة في الإنتاج، لذا فإن تكلفة المواد المباشرة
وتكلفة التحويل اللي هي الأجور المباشرة والأعباء الصناعية بيتم تحميلها في الوقت نفسه فورا على حساب تكلفة الوحدات المباعة. تكاليف مخزون الوحدات تحت التشغيل ومخزون الوحدات التامة غير المباعة بيتم تحديدهما في نهاية فترة التشغيل وتسجيلها في حساب مخزون الوحدات تحت التشغيل وحساب مخزون الوحدات التامة كعودة للخلف، ويصبح حساب تكلفة الوحدات التامة المباعة في هذه الحالة متضمنا فقط تكاليف الوحدات تامة الصنع والتي تم بيعها خلال فترة التشغيل أو الفترة المالية. فعندنا مثال بسيط كده بيقول لي بفرض إن العمليات التالية تمت إحدى المنشآت اللي ليها بعض التسهيلات الصناعية خلال شهر الصنع. عندي مشتريات مواد مباشرة بـ20,000 دولار بالأجل وتم استخدامها بالكامل في العملية الإنتاجية، أجور مباشرة 8,000، تم تحميل الإنتاج بمبلغ 24,000 أعباء صناعية، تكلفة الوحدات التامة الصنع 51,600، تكلفة الوحدات المباعة 51,500، المطلوب المعالجة المحاسبية للعمليات السابقة في ظل استخدام كل من النظام التقليدي ونظام الباك فلاش كوستنج. في ظل نظام في ظل تطبيق نظام التكاليف الآلي أو الفوري اللي هو الجيست اللي هو الجيت الجيت كوستنج ميثود، في نظام استرجاع التكاليف اللي هي العودة للخلف، فإن تكاليف المواد المباشرة اللي هي عملية رقم 1 تحمل مباشرة على حساب تكلفة البضاعة المباعة. العملية رقم 2 والمستخدمة في النظام التقليدي ليس لها وجود في نظام التكاليف المستعمل، وذلك لعدم وجود حساب مخزون مواد مباشرة. تكلفة الأجور المباشرة اللي هي عملية رقم 3 والأعباء الصناعية عملية 4 فيندمجان ويتم تحميلهم لحساب تكلفة الوحدات المباعة، وعليه يصبح إجمالي التكاليف في حساب تكلفة البضاعة المباعة 52,000، وبذلك تكون كل تكاليف الإنتاج في الفترة محملة في حساب تكلفة الوحدات المباعة. أما التكاليف التي ستتحول إلى الخلف في حسابات المخزون فيتم حسابها، وكذلك التكلفة التي سيتم تحويلها إلى حساب مخزون الوحدات التامة، وذلك على النحو المبين في الشكل. فلو قعدنا الشرح الخاص بفكرة الباك فلاش كوستنج في الشكل الواضح قدام حضرتك، هنروح للجزء الأولاني الجزء العلوي ده في ظل الترديشنال كوستنج في نظام التكليف التقليدي. فأنا عندي دلوقتي في حساب واضح في أكاونت بيبول اللي هو حساب أوراق الدفع، ففي عندنا 20,000 جنيه ده قيمة مواد خام اشتريناها بالأجل، فعندي الموردين أو الأوراق الدفع هتبقى مديونة، عندي بقى الماتيريال هتبقى دينة، آسف هتبقى دينة، الماتيريال انفنتوري هيبقى مديون اهو، العملية رقم واحد اهوت هيبقى مديون بـ20,000 جنيه، يبقى المخزون المواد مدين والاكونت بيبل اوراق الدفع بتبقى دايما. الـ20,000 استخدموا كلهم فهيخرجوا من حساب المخزون تمام، وهيروحوا عند حساب مخزون انتاج تحت التشغيل، فانا عندي 20 اهيت، فحساب المخزون المواد داين وحساب انتاج تحت التشغيل مدين. هناخد البيرول بيبل اللي هي الاجور المستحقه اللي هي بـ8، ايضا هنقفل حساب الاجور عشان دي اجور مستحقه ونحمله على حساب الورك ان بروسيس او الانتاج تحت التشغيل، ونفس الحكايه هناخد الاوفر هيد اللي هي جميع انواع المصروفات وايضا هتبقى داين عشان تتقفل، ونروح نجعل بيها حساب المخزون المدين. يبقى النهارده عند حضرتك انت غذيت حساب المخزون تكلفه مخزون انتاج تحت التشغيل ب تكلفه المواد المستخدمه اللي هي 20، تكلفه الاجور اللي هي 8، وتكلفه الاعباء اللي هي الـ24. يبقى انا في عند حضرتك دلوقتي دخل الحساب دوت ما يعادل 52,000. اللي باقي رصيد الديل البالانس في الاخر اهو، رصيد الحساب دوت عندي 400، يبقى كان اللي خرج منه ده لسه قاعد 400، يبقى اصبحت ال 400 ديت هي اصبحت قيمه الانتاج اللي لسه ما كملش اللي هو الانتاج بتاع التشغيل، يبقى الفرق بين ال 52 اللي دخلوا وال 400 اللي قاعدين هو عباره عن ال 51,600 اللي هم بيمثلوا انتاج تام تم الوصول اليه فعلا، فبنخرجه من الانتاج تحت التشغيل اللي هي العمليه 5 وبنوديه على مخزون الانتاج التام، فبيبقى انتاج تحت التشغيل داين والانتاج التام مدين ب 51,000. الانتاج التام اللي هو ال 51,600 دولت لقينا قاعد منهم
100، تمام؟ لسه ما اتباعوش، يبقى كأن في عندي 51 و500، دول تم بيعهم، فبناخدهم بنخرجهم من الانتاج التام، نجعله داين وبنوديه على الكوست اوف جولد سولد اللي هو تكلفه الانتاج التام المباع، وبنجعله مدين ب 51500. اذا اصبح في عندي دلوقتي 6 عمليات او 6 تحركات او 6 اجراءات محاسبيه تمت في الاسلوب التقليدي عشان نسبه تكلفه البضاعه المباعه. لما نيجي بقى في اسلوب الباك فلاش، العمليه رقم 1 مباشره، اللي هي ال 20,000 بتوع المواد مباشرة بيروحوا يتحملوا على الكوست اوف جولد سولد، يبقى 1 على طول راحت 20,000 من الموردين، ما دخلتش على مخزن بقى ولا تحت التشغيل ولا من الموردين، من واقع الفواتير بتاعة التوريد على طول مباشرة راحت على الكوست اوف جولد سولد. ادي العملية نمرة 1. العملية نمرة 2 والعملية نمرة 3 اتجمعوا مع بعض، اللي هو الثمانية وال 24 الاثنين مع بعض، اللي هو البيرول والاوفر هيد، اللي هي ال 8 وال 24 اتجمعوا مع بعض في خطوه واحده، وبقى دي بالنسبه لي اسمهم تكاليف التحويل، وراحوا اللي هي 3 و4 العمليه الثالثه والعمليه الرابعه، هم دول دخلوا مع بعض، الاثنين دخلوا مع بعض، يبقى انا اختصرت دلوقتي الدخول والخروج من مخزن المواد الخام. الاثنين دخلوا مع بعض مباشرة، راح الكوتس اوف جولد سولد ب 32,000 مرة واحدة، فجمعت 3 مع 4 ولغيت 2 بالكامل. تمام؟ فأصبح دلوقتي كل القيمة 20 و32 أي 52,000. ال 52,000 دول بقى متحملين كده على إنهم تكلفة بضاعة متباعة، لا أنا ما اتباعش عندي ب 52، ليه؟ لأن لما جردت لقيت لي لسه في 400 تحت التشغيل، فرجعت مرة أخرى خرجت من الكوست اوف جولد سولد 400 ورجعت بيهم على الورك ان بروسيس، فلو موجوده خلاص مش موجوده مش هيبقى في عنده ورك ان بروسيس. وبعدين لقيت لسه في 100 وحده ايضا، تكلفه 100 وحده ما يعادل تكلفه 100 وحده ما يعادل تكلفه بضاعه بقى لم تباع بما يعادل 100 دولار، دي وحدات لم يتم بيعها بعد، فده انتاج تم ولكن لم يتم بيعه، فيبقى له مكانه اللي هو مخزون الانتاج التام، فهرجع مره اخرى. ادي الباك فلاش اهو، تمام؟ ادي الباك فلاش، فرجعت مره ثانيه وحملت ال 100 دولت على الفينش جودز انفنتوري. انا دلوقتي في هذه الحاله اختصرت كل الخطوه رقم 2 بالكامل، تمام؟ وثلاثه واربعه اتضموا مع بعض، وخمسه وسته يا اما محتاج لهم اعملهم يا اما مش محتاج لهم، يبقى في هذه الحاله مش هيبقى في عندي مخازين، وبالتالي يبقى انا كده اختصرت في اجراءات التسجيل المحاسبي لحركه او مخزون المواد الخام والعناصر الاساسيه للتصنيع. طبعا هذه الشريحه بتعرض مجموعه الارقام اللي استخدمناها في المثال السابق. فعشان نحسب تكلفة مخزون الوحدات التامة، فخدنا تكلفة الوحدات التامة اللي تم إنتاجها، وشلنا منها تكلفة الوحدات المباعة. فعندنا كانت الوحدات التامة 51,600، بعنا 51,500 اتبقى 100. أو بناخد تكلفة الوحدات التامة اللي تم إنتاجها اللي هي 51,600، نشوف تكلفة الباقي نتيجة الجرد اللي هو 100، ويديني تكلفة الوحدات المباعة. بالنسبة لإنتاج تحت التشغيل بنشوف إجمالي التكاليف اللي هنتحملناها بالكامل اللي هي 20,000 مواد و 8,000 أجور وال 24 أعباء، ونشيل منها تكلفة الوحدات اللي تمت أو اللي تم الانتهاء منها كإنتاج تام من هذه التكاليف اللي هنتحملناها، يبقى الباقي من التكلفة اللي احنا اتحملناها ولم تصل إلى الإنتاج التام أصبحت هي دي الإنتاج تحت التشغيل. أهم ما بنركز عليه هنا هو ليه؟ هو إن الاختلاف بين النظامين التقليدي والمستحدث، فإن النظام المستحدث بيستخدم عدد أقل من الحسابات، وبالتالي بنتجنب تسجيل أو إثبات جزء من العمليات المالية الغير ضرورية، وده يؤدي في النهاية إلى تخفيض وقت التسجيل أو الإثبات المحاسبي، وبالتالي تخفيض وقت عمل المنظومة ككل. طبعا هذه الشريحة بتعرض
مثال بقى للتطبيق، طبعا ده غير معلول، فده ممكن بقى تجربوا بقى نفس الفكرة بتاعت المثال السابق على المثال دوت مرة تعملوه في ظل النظام التقليدي، يعني بنفس استخدام هذه الأرقام مرة في ظل النظام التقليدي ومرة في ظل نظام الباك فلاش بوستنج. ده أيضا مثال تالت ممكن برضو غير محلول، مطلوب تحسب تكلفة المخزون من الإنتاج تحت تشغيل الإنتاج التام، وبعدين تبين تدفق عناصر التكليف في ظل النظام التقليدي وفي ظل النظام الباك فلاش. ده برضو المثال رقم 4، وكل هذه الأمثلة أو التدريبات موجودة عند حضرتك في الكتاب، يعني لو يعني ده عايز تبص عليها في الكتاب تبص عليها، وتحاول انك انت برضو ايه تشوف زي ما عملنا في المثال الاولاني، تحاول انك انت برضو ايه تمشي بنفس الاسلوب على الارقام الجديدة دي. الاسلوب الثاني بقى اللي ممكن احنا نستخدمه في التعامل مع مشكلة الترشيد الفاقد ما يعرف باسم اللين برودكشن، او منهج الانتاج الخالي من العيوب او الخالي من الفاقد، او منهج الانتاج المرن، او منهج الترشيد. وده عبارة عن اسلوب لتنظيم وادارة جميع الانشطة المتعلقة بالعمليات الصناعية بغرض التحكم فيها، يبقى هو مانجنج، عملية مانجنج للانشطة الانتاجية او الصناعية بغرض التحكم فيها وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة ممثلة في مجهودات اقل من القوى العاملة، واستغلال امثل لمساحات التخزين واماكن ووقت التشغيل ورؤوس الاموال المستثمره. عشان كده بيجنح البعض الى تسميته بمنهج الترشيد او المنهج التصنيع المرن. من اهم الخصائص اللي بيتميز بيها هذا المنهج انه بيعمل على ترسيخ مبادئ الفكر الخالي من الفاقد، يعني عايزين نولد ثقافه لدى جميع العاملين في المنظمة ان لابد ان يكون العمل البشري والآلي والمنظومة يكون مسيطر عليه، على فكرة ان عايزين نقلل الفاقد بقدر الامكان. تقديم معلومات عكسية لمدى كفاءة نتائج التحسينات اللي طرأت على النظام الكلي للمنظمة، يعني بيدي فيدباك عن حسب تحسين طرأ على نظم التشغيل الكلي المنظمة. على تقديم معلومات عكسية أيضا عن المعايير المستند في الحكم على عملية التشغيل، الربط بين عمليات التشغيل الخالية من الفقد وكفاءة النظام الكلي للمنظمة بهدف صياغة الاستراتيجيات والأهداف المناسبة لأهداف أو رؤية النظام. بيعتمد على مجموعة من المبادئ أو الأسس اللي بيرتكز عليها هذا النظام واللي يمكن عرضها في مثال. أولا القيمة للعملاء، يعني ان الغرض الاساسي للنظام هو خلق قيمه وتقديمها للعملاء، وهذا يعني ان كل عمليه يجب ان تقيم من زاويه مضمون ما تقدمه للعميل وعليه، فان مقياس الاداء يجب ان تقيس هذا المضمون، وخاصه ان رؤيه العميل النهائيه بخصوص القيمه تتضمن درجه الجوده اللي يقدمها المنتج ومواصفات الخدمه المقدمه، والى اي مدى تستجيب خصائص او يستجيب خصائص المنتج او الخدمه لاحتياجات العميل. المبدأ الثاني تدفق القيمة، بمعنى تصميم مسار لتدفق القيمة لكل منتج، بحيث يتكون المسار من كل الأنشطة والعمليات المطلوبة والتي تؤدي في النهاية إلى تحقيق قيمة للعميل من مجموعة المنتجات والخدمات المقدمة، بدءا من استلام طلب العميل إلى أن يتم التسليم في الوقت المحدد. ده التدفق والسحب، الفلو أند بول، بمعنى توافق بيئة الإنتاج الخالي من العيوب مع نظام الإنتاج الفوري، فالتدفق هو المفتاح الرئيسي لإنجاز عمليات خالية من العيوب، حيث يتم تدفق المواد بمعدل ثابت داخل المسار، وأن السحب يعني أن يكون معدل تدفق المنتج في مسار تدفق القيمة مساويا لمعدل طلب العملاء، يبقى في إن وفي أوت، فبنوجد علاقة بين الإن والأوت، يعني الاستلام من المورد والتسليم للعميل يجب ان يكون هناك توافق او تناغم فيما بين النقطتين، وبالتالي هتساعد مقاييس الاداء الخالي من الفاقد على استمرار تدفق المنتجات بنفس معدلات السحب المتوافقه مع معدلات التدفق. التكامل او الاكتمال، بمعنى ان
معيار الأداء في ظل هذا النظام هو تحقيق القيمة أو مدى تحقيق القيمة ومعدل الانسياب وتدفق المنتجات والخدمات اللي بتحقق رغبات العملاء. هذه المعايير الأساسية لتقييم الأداء، وهذا يعني أن مقاييس الأداء المرتبطة بالنظام يجب أن يكون لديها القدرة على كشف الحالات التي لا يوجد فيها قيمة أو تدفق أو سحب، وذلك لقدرتها على تقديم أسباب لحدوث ذلك وبالتالي إمكانية معالجتها على وجه الصواب. الفرصة الكاملة للقوى العاملة أو الاهتمام بالقوى العاملة، بمعنى أن الأداء في النظام يتطلب له توفر قوى عاملة مدربة وماهرة ولديها القدرة على التعامل مع المشكلات فور حدوثها، وذلك باتخاذ الإجراءات المصححة فورا وفي الحال وبدون الانتظار حتى يتم الحصول على تصريح. يعني لابد من الاهتمام بتدريب القوى العاملة وتغيير أفكارهم وثقافتهم وإخبارهم بنوعية الأخطاء المتكررة وأسباب حدوثها حتى يمكن تلافيها والعمل على عدم حدوثها مرة أخرى، تجنبا لاستمرار تدفق عمليات التشغيل والأنشطة. ثم تحديث الأساليب التشغيلية القائمة وتدريب العاملين عليها، وبالتالي يمكن إحداث التحسين المستمر، وهو الهدف المطلوب من هذا النظام. ينبثق بقى عن نظام اللين مانيفاكتورنج تكلفيا او ماليا ما يعرف بنظام تكاليف مسار تدفق القيمة. فمسار تدفق القيمة هو واحد من المسارات او النظم اللي بتركز على عملية تخصيص المصروفات او الاعباء للمنظمة على مسارات تدفق قيمة بدلا من المنتجات او الخدمات او الاقسام. وهنا بيتم التركيز على تحليل مسار نظام تكاليف تدفق القيمة للأنشطة الصناعية أو الخدمات، وتبدأ عملية التحليل بتحديد خريطة مسار القيمة واللي يتولد عنها المعلومات الأساسية والضرورية الخاصة بتدفق المواد، ثم تحميل باقي العناصر المستخدمة في مسار القيمة. يبقى إذن الجت تولد عنه الباك فلاش، اللين تولد عنه الفاليو ستريم كوستنج أو مسار تدفق القيمة. الشكل اللي موجود في هذه الشريحة بيعرض فكرة مسار تدفق القيمة زي ما هي موجودة عند ماسكل وكاتاكو. بيشبه مسار تدفق القيمة كما لو كان سهم منطلق. هذا السهم المنطلق له هدف، له قاعدة انطلاق الأول، ثم له هدف سوف يصل إليه وهو تحقيق القيمة للعميل أو للعملاء. هذا المسار او هذا السهم اللي هو بيعبر عن المسار، النقطة النهائية فيه هو تقديم السلع او الخدمات المطلوبة للعميل. ده يتطلب ان جوه هذا المسار هيبقى محتاج ليبر، هيبقى محتاج ماتيريال، هيبقى محتاج عناصر اخرى اللي هي الاعباء، اللي هي الثلاث عناصر الاساسية من التكلفة اللازمة لتقديم اي منتج او اي سلعة او اي خدمة. هذا بالإضافة إلى بعض الأشياء المعاونة الأخرى، قد تكون خدمات خارجية سيرفيس، قد تكون خدمات داخلية مينتنس، قد تكون أي أعباء أخرى بتحملها خدمية لهذا المسار. فكل ما يتعلق بهذا المسار سواء كان مباشر مثلا في ليبر أو ماتيريال، أو غير مباشر مثلا في تكاليف اعباء خاصه بالماشين او بالسيرفيس او بالمنتنس او بالقدر، كل هذه التكاليف تكاليف خاصه بالمسار مباشره على هذا المسار وتحمل على جميع المنتجات المستخرجه من هذا المسار. فالفكره هنا ان التكاليف او عناصر التكاليف بتسير في مجرى، هذا المجرى ذات تدفق بصوره محدده يؤدي في النهايه الى الوصول الى انتاج سلع وخدمات يحتاجها العميل. تتطلب بعض العناصر المباشرة والغير مباشرة في نوعها، ولكنها جامعها اصبحت مباشرة على هذا المسار. يبقى اذا الفكرة الاساسية ان بدل ما كان الربط بيتم على مستوى وحدة المنتج او مستوى وحدة النشاط، ان اصبح الربط بين عنصر التكلفة وبين مسار لهذا التكلفة يتضمن ما هو مباشر او غير مباشر في النوع، ولكن في النهاية هيعتبر كله مباشر على هذا المسار او على هذا التدفق. تكلفة مواجهة القوى العاملة هي تمثل تكلفة العمالة الفعلية
لمسار التدفق كما هي معرفة في خريطة التدفق، وبالتالي لا يتم التمييز بين الأعمال المباشرة وغير المباشرة في نظام تكاليف تدفق القيمة، بينما يتم التمييز في الأنشطة اللي بتكون بها أنواع معينة من العمالة، حيث يمكن تقسيم مجموعة من العاملين على مسار وحيد وبصورة مباشرة وهو مطلق عليهم في نظام التقييد للأعمال المباشرة، والنوع الآخر وهو ما يقوم بأنشطة داعمة للعملية. فالتمييز يتركز على إمكانية تخصيص العمل داخل المسار، حيث يتضمن العمل داخل المسار تدفق القيمة، نقل المواد الخام، تصنيع المنتج، الأنشطة المعاونة، تنفيذ عمليات البيع، تنفيذ عمليات الشراء، كل ما هو مرتبط بالمسار. بالمثل تكلفة المواد الخام، تحسب هذه التكاليف لجميع المواد الخام المستخدمة داخل المسار والتي تم شراؤها للمسار أو تم صرفها من المخازن للمسار أو الاثنين معا، وهذا يتوقف على الرصيد المتاح من هذه المواد. فإذا كان الرصيد المتاح من مواد الخام يكفي لأقل من 30 يوم فيتم الاعتماد على الشراء من الخارج، والعكس صحيح. تكاليف التشغيل لدى الغير، وتحسب من الخلايا النقدية المسددة في حسابات الموردين، وهنا قد تظهر مشكلة ومسألة في أن بعض الفواتير الخدمة المقدمة من بعض الموردين والمسددة في فترة ما قد تكون خاصة بأعمال عن فترة سابقة، لذا يجب التحقق من العمليات اللي بتخص نفس الشهر المسدد عنه المبالغ والمحملة على مسار التدفق. تكاليف الانتفاع من الآلات، وتعني في نظام تكاليف تدفق القيمة مصروف الإهلاك الخاص بالطاقة الآلية بالإضافة لتكاليف قطع الغيار والإصلاح وخلافه. وهنا يتم طرح سؤال آخر خاص بالوصول للملاكة دفتريا بالكامل وبصفة عامة. لا يتم تحميل مسار التكاليف بأي تكاليف مقابل استخدام هذه الوصول، ولكن بعض المنظمات تعمل على تحميل مسار التدفق بالقيمة الاستبدادية للوصول للملاكة دفتريا بالكامل. تكاليف أخرى مرتبطة بتشغيل الآلات، وهي جميع التكاليف اللي تم تحميلها لمسار التدفق ومرتبطة بتشغيل الآلات في حالة إمكانية تخصيصها على مسار التدفق دفتر الإسلام. في بعض الحالات هذه التكاليف قد لا يمكن تحديدها بسهولة على آلة معينة أو مسار تدفق محدد، مثل تكلفة الزيوت أو الوقود والمستخدم للعديد من الآلات، وبالتالي يتطلب الأمر توزيعها على مسارات التدفق باستخدام طرق توزيع مناسبة. برضو بنعرض هنا حالة عملية زي الحالة العملية اللي عرضناها في أسلوب الباك فلاش. هنا عندنا برضو حالة على نظام تكاليف تدفق القيمة، فبيقول تقوم إحدى الوحدات الصناعية بتصنيع أربع منتجات هي س ص ع لام، يبقى عندها أربع منتجات تتكون والتي تكون مجموعة سلع ذات مسار تدفق واحد، يعني المسار بيطلع لي أربع منتجات. يتضمن العملية مسار واحد يتضمن العملية التشغيلية الممثلة في التقطيع والتجميع والدهان، يبقى المسار ده في تقطيع وفي تجميع وفي دهان. وقد تم احتساب إجمالي تكلفة كل نشاط باستخدام أسلوب الـ ABC، يعني باستخدام أسلوب الأنشطة، ثم تم توزيع إجمالي هذه التكلفة على المنتجات اللي استفادت منه، وذلك لحساب تكلفة وحدة الإنتاج من كل نشاط. يبقى تم استخدام الـ ABC عشان نشوف كل نشاط استفاد بقد إيه. وقد أمكن تجميع البيانات التالية من تقرير التكاليف الشهرية. في هذه الشريحة تم عرض سكرين شوت للبيانات اللي تم استخراجها من تقرير التكاليف. طبعا هو السكرين شوت ديت هي موجودة عندك في الكتاب صفحة بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 244 موجودة بصورة واضحة، لكن كل ما حبينا نوضحه هنا بس ان في عندنا المسار اللي هو فيه ثلاث عمليات تشغيلية تقطيع وتجميع ودهان، وفي عندنا المنتجات في اول عمود اللي هم الاربع منتجات، وبعدين بقى عناصر التكلفة المواد الخام، الأجور، مستلزمات التشغيل، الإهلاك، تكاليف صناعية غير مباشرة بس تخص النشاط المسار، تمام، أخرى غير مستلزمات التشغيل وغير الإهلاك. يعني في عندي مواد خام مباشر، عندي أجور مباشر، عندي مستلزمات تشغيل وتكلفة الإهلاك برضو مباشر بس على المسار، وعندي تكلفة صناعية غير مباشرة ولكن تخص المسار، فأصبحت كما لو كانت تكاليف مباشرة على المسار. فالارقام عندك واضحه في الكتاب، لكن ده يعني ده سكرين شوت ممكن تكبرها شويه، ممكن تبص، لكن اعتقد يعني هي برضو واضحه.
إلى حد بعيد يعني، لكن ممكن ترجع للكتاب، أو ممكن يعني تكبر شوية في العرض، لكن هي بصراحة ما جاتش عشان الجدول كبير، فهو ما جاش على الشريحة فعملنا لها سكرين شوت. المهم يعني تحت في ملحوظتين بيقول لي بقى التكاليف تحت الجدول، بيقول لي طبعا دي في كل مسار الاربع منتجات التكاليف اللي اتحملته، مواد واجور ومستلزمات تشغيل واهلاك وتكاليف صناعيه غير مباشره. في الاخير عندي بقى تكاليف غير مباشره اجماليه للمنشاه ككل 1040 تحت الجدول. التكاليف غير المباشره الاجماليه للمنشاه ككل تبلغ 1040 وبيشكل المسار 30% من اجمالي المساحه المخصصه للانشطه الانتاجيه. يعني المسار اللي قدامنا دوت اللي هو فيه ثلاث عمليات تشغيليه، التقطيع والتجميع والدهان دوت، ده بيمثل في المبنى يعني موجود في مكان، المكان دوت بيمثل 30% من اجمالي المساحه المخصصه للانشطه، يعني نصيبه 30% من اجمالي المساحه. باقي البيانات بيقول لي زمن التشغيل للوحده من كل منتج، يعني الوحده الواحده من المنتج سين صاد عين بتقعد في زمن تشغيل في المسار 50 دقيقة، 80 دقيقة، 90 دقيقة، 70 دقيقة. ده زمن التشغيل بالدقيقة. العمالة المتاحة للأنشطة بتبلغ 30 عامل. المطلوب حساب تكلفة الإنتاج باستخدام أسلوب تكاليف مسار تدفق القيمة الـ value stream cost، وذلك في الحالتين التاليتين: عدم وجود مخزون للمنتجات الأربعة يعني كل الإنتاج اتباع، وجود مخزون للمنتجات الأربعة بنسبة 2% من المنتج الأولاني، 3% من المنتج الثاني، 2% من الثالث، 1% من المنتج الرابع على التوالي. الإجابة: أولاً الافتراض الأولاني إن إحنا ما عندناش مخازين من المنتجات الأربعة، يعني كل اللي تم إنتاجه متباع. فأول حاجة هنحسب إجمالي تكاليف كل نشاط داخل المسار. فاحنا دلوقتي قلنا عندنا كام مسار؟ عندنا مسار فيه ثلاث مجموعه من الانشطه، عندي التقطيع، عندي التجميع، عندي الدهان. فانا عندي دلوقتي التقطيع اخذ مواد دهان بكام؟ اجمالي 3806، وبعدين الاجور 1250، مواد التشغيل 260. جبتها انا منين؟ انا جبت من الاجمالي بتاع كل نشاط في المسار. يعني الجدول بتاع راس التمرين في عندك سطر بتاع الاجمالي، هتلاقي اجمالي التقطيع لكل عنصر مع عناصر التكلفه، وبعدين الاجمالي بتاعه 7536. اروح على التجميع هلاقي برضه في التجميع 3279 اجور 1200 بتاع المواد الخام، 1200 اجور، 250 مستلزمات تشغيل، وهكذا. توتال التكلفه بتاعته 9099، وهكذا الدهان. وبعدين اجمالي بقى تكلفة المسار في الاخير طلع بقى 7585 30 10 770 4 760 2580 وتوتال 19050. يبقى اول خطوة دلوقتي ان انا بحسب اجمالي تكاليف كل نشاط داخل المسار. تمام. 2، اجمالي تكاليف المسار 19005، المسار اللي هو فيه الثلاث انشطه اللي هو في التقطيع والتجميع والدهن توتاله 19005، تتضمن كل من التكاليف المباشره وقدرها 16425 وتكاليف غير مباشره وتخص المسار وقدرها 2580. 2580 اللي هي الجزء اللي احنا اعتبرناه كبنود تكاليف غير مباشره، لكن هي على المسار مباشره، لكن هي كطبيعه بنود هي 2580. فاصبح 2580 طبيعه بنود طبيعتها غير مباشره، لكن احنا اعتبرناها مباشره على النشاط. والاخير او الجزء الثاني اللي هو بقى لما اطرحه من 19005 يديني 16425، دي عباره عن تكاليف مباشره. التكاليف غير المباشره الكليه واللي بتخص المنشاه ككل بتحمل بالكامل على حسابات النتيجه. التكاليف غير المباشره الكليه واللي بتخص المنشاه ككل اللي هي ال 1040 اللي كانت موجوده تحت الجدول، تحت جدول فرص التمرين دي بتخص المنشاه ككل، وبالتالي بتتحمل على حسابات النتيجه وبتظهر في قيمه الايه؟ الدخل. تمام. تعالى بقى نحسب تكاليف الانتاج داخل مسار تدفق التكلفه.
تمام. هنروح بقى نحسب تكاليف الانتاج داخل مصر. قال لك نظرا لاختلاف احجام ومواصفات كل منتج، احنا عندنا اربع منتجات، فاكيد الاربع منتجات دول مختلفين في الاحجام ومختلفين في المواصفات، وبالتالي اختلاف الزمن اللازم لانتاج الوحده من المنتج داخل خلايا المصنع. فاذا تم حساب عدد الوحدات اللي يمكن انتاجها باستخدام الطاقه المتاحه معبر عنها بزمن التشغيل، يعني هقول دلوقتي انا عندي زمن التشغيل توتال قد كده هو اللي انتج لي الاربعه، يبقى انا كلامي دلوقتي على زمن التشغيل هو اللي هيبقى المقياس اللي هعبر بيه عن الوحدات المنتجه، يعني الطاقه هنا هعبر عنها بساعات العمل، ممكن اعبر عنها بساعات تشغيل الات. طب ليه؟ عشان اوحد القياس اللي هقيس بيه تكلفه هذه المنتجات. فانا عندي دلوقتي اجمالي ساعات التشغيل جوه المسار، انا عندي ايام العمل ل 26 يوم، ساعات العمل اليومي 8 ساعات، ساعات العمل اليومي حسب ما هو مديني، ايوه اجمالي ساعات العمل، ساعات التشغيل ايام العمل 26 يوم، شلنا اربع ايام باربع اسابيع، كل اسبوع في يوم اجازه، شلناهم. ساعات العمل وفقا لقانون العمل 8 ساعات في اليوم، يبقى ايام العمل 26 يوم فرضا، يعني الا اذا كان بيشتغلوا اكتر من كده او اقل من كده ده موضوع تاني. ساعات العمل اليومي في اليوم 8 ساعات، عدد الانشطه عندي 3 انشطه، فعدد العمال اللي موجودين 30 عامل، فيعملوا لي 1,123,200 دقيقه، لما اقسمهم على 60 يعملوا لي 18,720 ساعه. يبقى عندي الوقت بالدقايق وعندي الوقت بالساعات. الخطوه الثانيه هنشوف بقى المسار ده اللي هو بيشتغل هذا العدد من الساعات او هذا الوقت من الدقايق ممكن ينتج لي كام وحده. فانا عندي دلوقتي التوتال وقت التشغيل كان 1,123,200 دقيقه. لو انا خصصت الوقت ده بالكامل للمنتج سي، يعني خصصت الوقت ده بالكامل للمنتج سين، اعمل كام قطعه من المنتج سين؟ هعمل 22,864 قطعه. طيب لو انا خصصت الطاقه دي كلها بالكامل للمنتج صاد، هنتج قد ايه؟ هنتج 14,020. لو انا خصصت الوقت ده بالكامل لعين هنتج 12,480، لو انا خصصته للام هنتج 16,046. جبتها ازاي؟ قسمت توتال الوقت على الوقت اللي بتحتاجه الوحده الواحده، افترضت دلوقتي ان المسار كله هيشتغل منتج واحد بس. فلو اشتغل منتج واحد بس هنتج من كل نوع قد ايه؟ فادي النوع الاولاني، ادي النوع الثاني، ادي النوع الثالث، ادي النوع الرابع. لو انا بقى حبيت احسب دلوقتي متوسط تكلفه الوحده من كل نوع. لو انا خدت دلوقتي الانتاج اللي طالع من المسار لكل نوع من انواع المنتجات، وقسمت تكلفة المسار عليه، فأنا عندي تكلفة المسار دلوقتي كله 19,005، لو قسمتهم على عدد الوحدات المنتجة من سين اديني متوسط تكلفة سين، ولو عملت القصة دي مع صاد هطلع متوسط تكلفة صاد، مع عين هطلع متوسط تكلفة عين، مع لام هطلع متوسط تكلفة لام، فطلع 86 قرش تقريبا تكلفة الوحدة في سين، جنيه 35 قرش في صاد، جنيه 52 قرش لعين، جنيه 18 قرش بالنسبة للام. كلام جميل أوي. دي كده متوسط تكلفه الوحده من كل نوع ده. الخطوه اللي فاتت واللي قبليها كنا مفترضين ان المسار هيشتغل بالكامل لنوع واحد، وطبعا ده شيء مش منطقي، المسار هيشتغل للاربع منتجات. طيب اذا كانت س بتاخد 50 دقيقه وص بتاخد 80 دقيقه وعين بتاخد 90 دقيقه ولام بتاخد 70 دقيقه، يبقى المسار عشان يطلع الاربع وحدات دول بيشتغل كام دقيقه؟ عشان بيشتغل 290 دقيقه. يبقى المسار بيشتغل 290 دقيقة عشان يدي لدي 50 ويدي لدي 80 ويدي لدي 90، يبقى من الطاقة بتاعت التشغيل اللي موجودة تمام في 290، كل 290 دقيقة يطلع لي أربع وحدات، واحدة من سين، واحدة من صاد، واحدة من عين، واحدة من لام، تمام. يبقى نسبة وقت سين لتوتال الوقت قد إيه؟ ف 50 على 290 يديني 17% من الوقت، 80 على 290 28% من الوقت، 90 على 290 31% من الوقت،
24% الوقت ادي توتال ميجرمنت. لو انا اخدت بقى الوقت بالساعه او بالدقيقه ايا كان وضربته في ال 13%، فالوقت بالدقيقه بالنسبه لسين، بالنسبه لسين لو خدت توتال الوقت وقسمت على 50 هيديني الوقت بالدقيقه اهو. لو قسمت ده على 60 يديني 3182 ساعه و4 من 10. تمام؟ تمام. يبقى الوقت بالدقيقه، الوقت بالدقايق هو عباره عن 19,944. لو اتقسم ده على 60 يديني 3182. تمام؟ يديني 3182. وهكذا بالنسبه لصاد، وهكذا بالنسبه لعين، وهكذا بالنسبه لام. تمام؟ يبقى اذا دلوقتي في الوقت دوت اللي هو وقت الدقايق ده او وقت الساعات دوت. تمام؟ لو انا قسمته على 50 الوقت ده يطلع لي كام بقى دقيقه؟ ما انا هاخد دلوقتي الوقت، هاخد الوقت توتال الوقت 17% من الوقت دوت هخصصه لسين. 28% يعني اللي هو المليون 123 و200 دقيقه دولت، لما ضربتهم في 17% يبقى هطلع وقت انتاج س من توتال وقت المسار. لو ضربته في 28 هطلع وقت ص من توتال وقت المسار. لو ضربته في 31 هطلع توتال وقت ع اللي هو بقى هيعمل بالدقائق 190 900 310 496 348 192 259 568. ده الوقت حسب النسبه اللي موجوده هنا. لو جيت خدت قسمته على 60 دقيقه يوم يديني الوقت بالساعات. كلام جميل. لو خدت انت بقى الوقت اللي بالدقايق ده تمام وقسمناه على الزمن الوحده الواحده، يعني خدت 190 944 قسمتها على 50 هيديني عدد الوحدات اللي انتجها لي س داخل المسار، وعدد الوحدات المنتجه من ص داخل المسار، وعدد الوحدات المنتجه من ع داخل المسار، وعدد الوحدات المنتجه يعني تشكيله الاربع منتجات من وقت المسار ككل. فخدت 17% من وقت المسار لس، و28% من وقت المسار لص، و31% من وقت المسار للعين، و24% من وقت المسار للام. فده يخليني انتج من س 3819، من ص 3931، من عين 3869، من لام 3851. يبقى انا قدرت اطلع عدد الوحدات الواجب انتاجها من الاربع منتجات جوه المسار. بقى مش خصصت المسار خد المنتج واحد، لا، المسار هيطلع الاربع منتجات. فكل 290 دقيقة طلع لي أربع وحدات، كل 290 دقيقة أربع وحدات، أربع وحدات، تمام؟ يبقى بعد ما يخلص الوقت هيكون طلع كام وحدة من س، وكام وحدة من ص، وكام وحدة من ع، وكام وحدة من لام؟ بحسب النسب اللي موجودة يطلع عدد الوحدات اللي موجودة في آخر عمود في الجدول. إذا دلوقتي أقدر أحسب الإنتاج اللي طلع دوت تكلفته قد إيه؟ فلو خدت عدد الوحدات بتاعة س وضربتها في تكلفة الوحدة هيديني تكلفة الإنتاج بتاعة س. وهكذا بالنسبه للصاد، وهكذا بالنسبه للعين، وهكذا بالنسبه للام. يبقى اذا تكاليف الانتاج بتاعت س عدد الوحدات بتكلفه الوحده، ص عدد الوحدات بتكلفه الوحده، عين عدد الوحدات بتكلفه الوحده، لام عدد الوحدات بتكلفه الوحده، يوم يديني توتال التكلفه. ولازم تظبط مع توتال التكاليف الاجماليه اللي هي عامله بقى 19,00 كام؟ 5. هنا 19,009 اللي هي فرق 4 جنيه، فرق التقريب. ده فرق التقريب. الحاله الثانيه بقى في حاله وجود مخزون من المنتجات الاربعه. ففي حاله وجود مخزون من المنتجات الاربعه وعدم تصريف كامل الكميه، ففي هذه الحاله بيتم حساب تكلفه الوحده من الانتاج طبقا للمعادله التاليه. تكلفه الوحده المباعه، تكلفة الوحدة المباعة مش المخزنة، تكلفة الوحدة المباعة. بناخد تكلفة المواد الخام ونضيف عليها تكاليف التحويل للمسار مقسومة على عدد الوحدات المباعة. يبقى تكلفة الوحدة المباعة بناخد تكلفة المواد الخام بناخدها بالكامل، نصيب كل وحدة من تكلفة المواد الخام مفيش فيها مشكلة. تمام؟ باقي التكاليف بقى بناخد تكلفة التحويل اللي هي الأجور والأعباء. اللي هي الأجور والأعباء. وبنقسمها على عدد الوحدات المباعة وليس عدد الوحدات المنتجة. على عدد الوحدات المباعة. مجموع الاثنين وده تكلفة الوحدة اللي دي تكلفة المبيعات يعني. يبقى تكلفة المبيعات مادة خام زائد تكلفة التحويل للمسار على عدد الوحدات المباعة. تمام؟
فعشان ننفذ بقى المعادلة ديت يبقى لازم افصل الوحدات المباعة اللي هي المبيعات عن الوحدات المخزنة اللي هي تكاليف التخزين، وده اللي بيعرضه الجدول اللي موجود في الشريحة التالية. بالنظر للجدول اللي موجود قدامنا، في عندنا جدول فيه اربع اعمدة. انا عندي دلوقتي بالنسبة للمنتج سينا، انا عندي دلوقتي لما افترضنا ان المسار كله بيشتغل على سين بس، فانتجنا او كان المفروض ننتج 22464 وحدة. تمام. لو احنا دلوقتي هنخزن منهم 2% يبقى اللي اتباع 98، يبقى المباع 22015، المخزن يبقى 449. لو قلنا لا، ده المسار ما بيشتغلش على سين بس، ده بيشتغل على سين وصاد وحاجات تانية، يبقى نصيبه من سين فقط 3819، هيتباع منهم 98 وهيبقى مخزون منهم 2%. هنعمل كل الكلام دوت مع كل منتج. يبقى كل منتج مرة هفترض ان المسار هيشتغل للمنتج ده بس، ومرة بفترض ان المسار بيشتغل لكل المنتجات، وهنعرف في الخطوة القادمة احنا ليه عملنا القصة دي. يبقى اذا دلوقتي بالنسبة لفصل الوحدات المباعة عن الوحدات اللي لم يتم بيعها اللي هي المخزون، باجي على كل منتج من المنتجات وبفترض مرة لو المسار بيشتغل له لوحده هو، ومرة لو المسار بيشتغل ليه والمنتجات الأخرى. فمثلا على سبيل المثال عين لو المسار هيشتغل لعين بس ينتج قد ايه؟ 12480. تمام؟ طيب لو المسار لا هيشتغل لسين وصاد وعين، يبقى في هذه الحالة مش هينتج من عين 12000، هينتج من عين 3889، هيبيع اللي بيعه ويخزن اللي خزن. يبقى اصبح لكل منتج عندي دلوقتي سطرين، سطر بافتراض ان المنتج بيسيطر على المسار بالكامل، المسار مش هينتج قد المنتج ده، والفرضية الثانية لا المسار بيشتغل لهذا المنتج ولمنتجات اخرى. تمام وهكذا. بقى هنا بقى هنحسب متوسط تكلفة الوحدة من الانتاج داخل المنتج سي. المنتج سي هنفصل تكلفة المادة الخام عن تكلفة التحويل. عندي طول التكلفة توتال التكلفة 19005. لما جيت تكلفة المادة الخام لوحدها يبقى المادة الخام 7585، يبقى الفرق 11420 تكاليف تحويل. المادة الخام للإنتاج ككل، هطلع نصيب الوحدة للإنتاج ككل، أما تكاليف التحويل تتحمل على الإنتاج التام المباع فقط. فبالنسبة للمادة الخام المنتج س داخل المصدر أنتج 22464 وحدة، يبقى نصيب الوحدة المادة الخام كام؟ علامة 3.8. تكاليف التحويل لا، بقسم على اللي متباع، يعني بشيل 2% بتوع المخزون، يبقى 11420 على 22015 دي بوينت اللي ايه؟ ال 22005 جايبها من الجدول اللي في الشريحه السابقه. المنتج صاد نفس القصه، التكلفه زي ما هي، بس الماده الخام على الانتاج ككل اللي هو ال 14040، تكاليف التحويل على الانتاج التام المباع فقط، وهكذا عين وهكذا لا. يبقى كده انا فصلت الماده تكلفه الماده الخام عن تكلفه التحويل. ليه؟ من تكاليف الماده الخام بحسبها للانتاج ككل سواء اتباع او ما اتباعش. تكاليف التحويل انا بحسبها ليه فقط الانتاج اللي تم بيعه. فعملت القصه دي بقى مع س ومع ص ومع عين ومع ل. هبقى نحسب بقى تكلفه الانتاج للوحدات الواجب انتاجها على اساس ان المسار بيشتغل بقى للايه؟ للاربعه كله. فنيجي بقى لس. س كان هينتج قد ايه لما يشتغل مع باقي المسار؟ هينتج 3743 وحدة. تمام؟ ال 3743 وحدة هنضربهم في نصيب الوحدة من تكلفة المادة الخام. تمام؟ وهضربهم في نصيب الوحدة من تكلفة التحويل اللي هي مقسومة على نتيجة 8 وبعد بس. تمام؟ يتبقى لي بقى عشان الانتاج بتاعه يكمل الجزء اللي متخزن، ان هو 3743، ان هو كان المفروض بينتج مع اخواته جوه المسار 3 و6 9 4 9 1 9 9 1 8 3
91 ده 83 ده انتاجه مع اخوات 98 3819. منهم بقى متباع 3743 تتحمل المواد الخام كلها وتتحمل بتكاليف تحويل. المخزون يتحمل بتكاليف المواد الخام بس ما يتحملش بتكاليف تحويل. تمام؟ يبقى تكاليف التحويل حملناها على المباع فقط. يبقى المخزون اللي قاعد يتحمل بتكلفه الماده الخام فقط. يتحمل بتكلفه الماده الايه؟ الخام. اللي عملته مع السين هعمله مع صاد. صاد انتاجه كام؟ المفروض انتاجه 3931. اتباع منهم 3813 يتحملوا بنصيبهم من الماده الخام وتكاليف التحويل. المخزون اللي هو ال 118 يتحمل الماده الخام بس. تمام؟ نروح على عين نفس الحكايه. مواد وتكاليف تحويل. كان كل الانتاج بتاعه عين 3869. باع منهم 3792 في نصيب الوحده من الماده الخام تكاليف تحويل، نصيب الوحده من تكاليف التحويل، والمخزون يتحمل بنصيب من الماده الخام فقط. لام نفس القصه، مواد خام وتكاليف تحويل. يبقى وصلنا في النهايه بقى الاجمالي س تبقى تكلفته 3230 منها 26 جنيه بس تكاليف مخزون، والباقي يبقى تكاليف انتاج تم وباع. صاد 5326 منهم 64 فقط تكاليف مخزون والباقي انتاج تم وباع. 5895 ده عين منهم 47 تكاليف مخزون والباقي تكاليف انتاج تام اللي هو يتحمل على حسابات النتيجه يعني. لام 4562 شيء من 18 جنيه والباقي بقى تكاليف الايه؟ يبقى انا كده حسبت تكلفه الانتاج للوحدات اللي تم انتاجها وللمخزون. اللي تم انتاجه دوت هيتقارن بايراد المبيعات في قائمه الدخل، والمخزون ده هيظهر في قائمه المركز المالي كمخزون اخر المده. بكده نكون المشكله الاولانيه اللي تعرضنا لها بالحل من خلال اسلوبين جداد اللي هم الجيت ومن خلاله الباك فلاش كوستنج، واللين مانيفاكتشرنج ومن خلالها الفاليو ستريم كوست. يعني ارجو ان احنا كنا وضحنا الامر بشكل مبسط، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.